مصر في واحد ودي في اربعه. يلا يا جدعان طلع الله يا جدعان يلا ماتش كده. ايه عشان حاجه بقول لك ايه الصوره يا جماعه انا قلت بودي ايه ثلاثه يلا 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 انا قلت ايه ايه قال ايه وانا جيت وانا جيت انت قلت ايه وانا على بره بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معا اليوم الرابع للبطولة الأفريقية لكرة الطائرة رجال المقامة والتي يستضيفها فريق النادي الأهلي في صالة الأمير عبدالله الفيصل بفرع الجزيرة، ومع مباراة الأهلي والأسمنت الأثيوبي في اليوم الرابع. الأهلي فاز في المباراتين السابقتين، الأولى على جرين تيم الكونغولي 2-3 لا شيء، وعلى الفتح المغربي 3 لا شيء. أما هذا اللقاء هو اللقاء الثالث لفريق النادي الأهلي لكرة الطائرة الرجال في اليوم الرابع، وإن شاء الله بالتوفيق لفريق الأحلام فريق الكرة الطائرة اللي حاز على الدوري العام واللي حصد أيضا السوبر المصري، فاز على النادي الأهلي في مباراة السوبر المصري التي أقيمت بالصالة المغطاة باتحاد الشرطة الرياض. أما فريق أسمنت الأثيوبي أمام حضراتكم، أو المذيع الداخلي ينادي على أو المذيعة الداخلية تنادي على أسماء اللاعبين، هنقولهم لحضراتكم: رقم 13 زيجاتا، رقم 7 ديوف مصطفى، رقم 9 كابيتا، رقم 5 لفيبو. وادي اسماء لاعبي النادي الاهلي وتشكيل النادي الاهلي هنقوله لحضراتكم: عبد الله عبد السلام رقم 2 كابتن الفريق، رقم 15 عبد الرحمن سعودي، رقم 7 محمد رضا ليبرو الفريق عفوا، رقم هقول لحضراتكم تشكيل بقيه تشكيل النادي الاهلي امام حضراتكم هم بيقروا الفاتحه معنا: رقم 1 حمزة الصافي، ورقم 2 يوسف حمدي الصافي رقم 1، 2 عبد الله عبد السلام، محمد عصران رقم 9، محمد عبد المحسن رقم 16، دول اسماء لاعبي منتخب مصر، وادي سيف حسن عابد رقم 14. وايدك اليمين هيكون فريق الاسمنت الاثيوبي بزيه الابيض، وعلى ايدك اليسار اعزائي مشاهدي قناه النيل قناه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، وعلى ايدك اليسار فريق النادي الاهلي بزيه الاحمر عبد الرحمن السعودي رقم 15. ادي النادي الاهلي امام حضراتكم، والارسال مع فريق الاسمنت الاثيوبي. هنقول لحضراتكم والنتيجة الشوط الأول، وادي الحكم الكاميروني إسومو، حكم أسومي حكم كاميروني حكم أول، مشاشة حكم ثاني من زيمبابوي، مسجل من هشام وحكم بعدين مراقب وبعدين لوحة إلكترونية أحمد علاء ومساعد مع رحمة عادل، ومراقب الخطوط محمد إبراهيم أمير إيهاب عمر أشرف إسلام حلمي، والإرسال مع رقم 8 من فريق الأسمنت الأثيوبي بيكانا، والإرسال وهذا محاولة من النادي الأهلي كده وإعداد وضربة ساحقة من عبد الرحمن سعودي، والنقطة الأولى للنادي الأهلي. والشوط الأول وأمام حضراتكم أهي في الإعادة، عبد الله عبد السلام بيرفع سريع وبيضرب عبد الرحمن سعودي، بتيجي في رقم 13 اللي هو من نادي أسمنت الأثيوبي زيجاتا، ومحاولة مرة تانية ونقطة التعادل للفريق الأثيوبي 1-1.
الارسال مره ثانيه وادي في الاعاده بنشوف الاعادات. الارسال مع رقم 7 من فريق الاسمنت الاثيوبي ضيوف مصطفى، والارسال من اعلى هيلعب بذراعه الايمن بيعدي الكوره استقبال اعداد عبد الله عبد السلام، وضربه ساحقه من عبد الرحمن سعودي يا ولد من مركز 3 وبيجيب النقطه الثانيه. الاهلي 2 والاسمنت الاثيوبي 1، وادي اعداد خلف اهو شايفين في تقريبا خطه كده مع عاملها فرناندو بنتيز المدير الفني الاسباني للنادي الاهلي مع عبد الله عبد السلام وعبد الرحمن سعودي، اعداد خلفي واعداد امامي وبيجيب منها نقطتين متتاليتين ونقطه ضايعه من النادي الاهلي محمد عصران، ارسال ضايع والنتيجه التعادل 2-2. والارسال مع الاسمنت الاثيوبي رقم 12 هيلعب ارسال من اعلى كوكا، كوكا هيلعب ارسال من اعلى، ارسال استقبال النادي الاهلي عصران اعداد لعبد الله عبد السلام، وضرب ساحق كده توزيع وتنسيق من كابتن الفريق ومعد المخضرم عبد الله عبد السلام الفتى الاسمر اللي بيلعب يمين وشمال وفي كل مراكز الاماميه 2 و3 و4 وبيوزع امامي خلفي وبيعد لي اللعيبه الضريبه في مركز 2 مركز 3 مركز 4. وادي الارسال مع النادي الاهلي والنتيجه تقدم الاهلي 3 والاسمنت الاثيوبي 2. استقبال اعداد واعداد خلفي ومحاوله من النادي الاهلي ودفاع عن الملعب من عبد الله عبد السلام، واضح ان الفرقه بتاعت الاسمنت الاثيوبي دي فيها امكانيات ولكن برضو خبره واعداد ومهارات والنادي الاهلي احسن اعتقد ان شاء الله اهلي بطل افريقيا 15 بطوله افريقيه. والارسال مع الاسمنت الاثيوبي خارج الملعب والنقطه الرابعه للنادي الاهلي، 4 الاهلي 3 الاسمنت الاثيوبي. الارسال مع النادي الاهلي سيف عابد على الارسال رقم 14، ارسال قوي خارج الملعب يا سيف، لازم نظبط الارسالات قويه ما نديهاش القوه العظمى او القوه الدفعه الكبيره، نحاول نعدي الارسال عشان نضمن الارسال. التعادل 4-4، ارسال من اعلى اثيوبي اعداد عبد الله عبد السلام، ضربه ساحقه من مركز 4 محمد من حمدي الصافي او حمزه الصافي، حمزه يوسف حمدي الصافي بيجيب النقطه الخامسه. خمسه الاهلي اهو يوسف حمدي الصافي اهو في مركز 4 امام حضراتكم، ده ابن الكابتن حمدي الصافي لاعب النادي الاهلي ومدرب الفريق السيدات السابق، وادي يوسف حمدي، عذرا لو قلنا حمدي الصافي يا جماعه اللسان متعود على حمدي لكن لسه هنتعود على يوسف حمدي الصافي. الستة 4 الأهلي والتقدم، ويوسف الصافي هيلعب إرسال من أعلى، إرسال من أعلى من الصافي خارج الملعب يا صافي، نخلي بالنا من الإرسالات الضايعة يا جماعة. والنقطة رقم 5 للأسمنت الأثيوبي، نقول لحضراتكم ارسال من اعلى استقبال النادي الاهلي، ضربه ساحقه كده تعديه من عصران ولكن خارج الملعب، ونقطه التعادل لعصران، نقطه التعادل للاسمنت الاثيوبي اهو طالع ما ادهاش حقها في الضرب جت خارج الملعب. ارسال واستقبال ومحاوله مره ثانيه من النادي الاهلي وحائط صد زوجي من عبد المحسن ومحمد عصران، محمد عبد المحسن وبيجيب النقطة اهي، طالعين الاثنين مع بعض اهو مركز 3 ومركز 4، حائط صد زوجي ناجح بيجيب النقطة رقم 7، الاهلي يتقدم 7-6 الاسمنت الاثيوبي 6. محمد عبد المحسن على الارسال، هيلعب ارسال من اعلى عبد المحسن رقم 16، استقبال اعداد وفي خطأ رونج بوزيشن على فريق الاسمنت الاثيوبي ونقطة للنادي الاهلي النقطة الثامنة.
الارسال مع ابو محسن، ارسال من اعلى في النقطه الثامنه يا جماعه، صلاحي دهيا و اتحسبت ايه بقى دي؟ الحكم الثاني مع الاول اهو في السماعات اهو اللي تم استخدامها، اكيد هتبقى جيم بول لان اتلعبت بدري عن الصفاره. لسه في مشاورات ما بين الحكم الثاني هشاشه مشاشه من زيمبابوي والحكم الاول عسومي من الكاميرون، بيكلموا بعض عبر اثير السماعات دي اللي تم استخدامها حديثا ومن كام سنه لكره الطايره. والارسال اجيم بول اعتقد و8 6، والارسال مع النادي الاهلي واعداد ومحاوله وحائط صد من النادي الاهلي يا جماله، حائط صد زوجي عبد الرحمن سعودي وعبد الله عبد السلام، وادي اهو امام حضراتكم هم الاثنين مع بعض اهو، عبد الرحمن سعودي مره يضم يمين مع عبد الله عبد السلام في مركز اثنين، ويضم مره يضم شمال مع محمد عبد المحسن او مع سيف عابد ويجيب نقطه، والنقطه التاسعه 9 6 النادي الاهلي. الارسال مع النادي الاهلي وقت مستقطع طلبه المدير الفني بريهان، المدير الفني الاسمنت الاثيوبي، ونقطه 9 للنادي الاهلي، 9 الاهلي 6 فريق الاسمنت الاثيوبي، وهذا هو اليوم الرابع من البطوله الافريقيه لكره الطايره رجال والتي يستضيفها النادي الاهلي. وهنقول لحضراتكم عن اسماء المجموعات او المجموعات، عندنا المجموعه الاهلي اللي فيها الاهلي والاسمنت الاثيوبي والعداله الكيني اللي هيلعب بكره ان شاء الله الاهلي في تمام الثامنه مساء غدا، وجرين تيم الكونغولي وفتح المغربي. الاهلي فاز على الفتح المغربي 3-0 وفاز على جرين تيم الكونغولي 3-0، يبقى فاضل العداله الكيني بكره والنهارده هو مع الاسمنت الاثيوبي، والاهلي يقترب من تصدر مجموعته المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه مولوديه بوسالم التونسي، انجز الايفواري، وديتشا الاثيوبي، والنصر الليبي، ووداد التلمسان الجزائري. اما المجموعه الثالثه ميناء ديوالا الكاميروني، بوليدا الجزائري، السجوني كيني، سبوار الكونغولي، جيسكارا الرواندي. المجموعه الرابعه المواني الكيني، وجرين فاب بافالوف الزامبي، والجامعه الزيمبابوي، والشرطة الرواندي، وفي جي ار الكونغولي. ودي نقطة اهي، والاهلي زاد الى 6 نقاط فارق، دبل سكور الاهلي 12 الاسمنت 6. وضحت بقى اهو بداية قوية للنادي الاهلي في الشوط الاول، ومحاولات من فريق الاسمنت الاثيوبي لتقليل الفارق، ولكن الاهلي بفنياته بلعبته بمهاراته بمن حضر عبد الله عبد السلام، عبد الرحمن سعودي، محمد عصران، حسن سيف، حسن عابد، محمد عبد المحسن، وحمدي ويوسف حمدي الصافي، والليبرو محمد رضا، وبقيه الفريق هقول لكم عليه. والنقطه 13 14 الاهلي اسمنت الاثيوبي، واضح ان الاهلي بدا يزيد وزاد 8 نقاط فارق اهو لصالح النادي الاهلي. الجهاز الفني فرناندو بنتيز طبعا هو حصل مع النادي الاهلي على بطوله الدوري، على بطوله السوبر المصري، وبيعاونه محمد السيد مدرب عام، محمد الحسيني مدرب، عبد اللطيف عثمان مدير فريق، احمد اسامه اداري الفريق، شادي فهيم محلل تقني، شريف صلاح اخصائي لياقه، ايهاب فخر الدين طبيب، اسلام محمدي اخصائي علاج طبيعي، اسامه ابراهيم اخصائي تاهيل، ومحمد شهير مدلك. وادي النقطه 16 للنادي الاهلي، عبد الله عبد السلام كورة كده ولا أحلى ولا أروع ولا أحسن، 16-6 10 نقاط فارق، معنى كده الفارق بدأ يبان، الفارق الفني، الفارق البدني، الفارق المهاري بدأ يبان بين الأهلي وفرقة الأسمنت الأثيوبي. ليه كده يا محمد عبد المحسن؟ ضيعت الإرسال منك يا أخي، خليها تكمل لحد 20. الإرسال مع الأسمنت الأثيوبي والنقطة السابعة، والأهلي 16، واستعداد واستقبال للكره، محاوله من عبد الله عبد السلام، اعداد هناك في مركز
4 لمحمد عصراني يا ولد، يا عصراني يا جميل انت. النقطه 17 الاهلي، 7 الاسمنت الاثيوبي اهو طالع، وزب جميله جدا من محمد عصران اللي هيكون له مستقبل كبير في كره الطايره في الاهلي ومنتخب مصر باذن الله. احنا طبعا عارفين كلنا ان عبد الله عبد السلام واحمد صلاح اعتزلوا اللعب الدولي مع المنتخب، لكن بيلعبوا مع النادي الاهلي. النادي الاهلي حصل على بطولات كثيره، 15 بطوله افريقيه هقول لحضراتكم عليها. البطوله الاولانيه سنه 1980 كانت في القاهره، البطوله الثانيه 1983، البطوله الثالثه 95 نيروبي كينيا، البطوله الرابعه 96 ابيجان الافواري كوت ديفوار. النتيجه تقدم النادي الاهلي 19-7، مباراه الكره الطايره بالبطوله الافريقيه، وهذا هو اللقاء الثالث للنادي الاهلي في اليوم الرابع للبطوله الافريقيه بصاله الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي بفرع الجزيره. الاهلي مستضيف، الاهلي متربع، الاهلي ملك البطولات. طبعا النتيجه 20 اهو، تقدم النادي الاهلي على ايدك اليسار بزيه الاحمر، الفتى الاسمر عبد الله عبد السلام ثاني ارسال ايس بيجيبه على التوالي معا. والنتيجه 21 الاهلي الاسمنت الاثيوبي 7، عبد الله عبد السلام كلاكيت ثالث مره بقى، يا عبد الله يلا نجيب ارسال ايس ثاني عشان نبدا اهو ومحققه له، وجات في لعب الليبرو من الاسمنت الاثيوبي، ونقطه للنادي الاهلي 22-7، والاهلي متقدم. وقت مستقطع طلبه بريهان المدير الفني للاسمنت الاثيوبي، وده الوقت المستقطع الثاني ليه. طبعا يدير هذا اللقاء السومي الحكم الكاميروني مشاشة من زيمبابوي، دول حكام اللقاء، ويشرف على لجنة الحكام جواد مرادة رئيس لجنة الحكام، ومعه الدكتور فؤاد عبد السلام المدير التنفيذي للاتحاد الأفريقي برئاسة بشرى حجيج المغربية رئيس الاتحاد. هي أكيد هتيجي تحضر النهائي. هذه كابتن أحمد صلاح العالمي، والنتيجة تقدم النادي الأهلي 22-7، وانتهى الوقت المستقطع لطلبه المدير الفني لفريق الأسمنت الأثيوبي بريهان. إرسال من أعلى بيجي في الشبكة، الظاهر حسدناك ولا إيه يا عبد الله؟ أدي المهندس محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، طبعا متواجد دائما مع الفريق وحاضر دائما كل المباريات ومتواجد لحل المشاكل الموجودة بالبطولة إن شاء الله ما فيش أي مشاكل. 23 الأهلي، 8 الأسمنت الأثيوبي، عصران على الإرسال رقم 9 محمد عصران هيلعب إرسال من أعلى أهو، إرسال من أعلى مع الوزن بذراعه الأيمن وخارج الملعب يا عصران، والنقطة 9 للأسمنت الأثيوبي. والإرسال مع الأسمنت الأثيوبي تغييره كده اتعملت، رقم 9 نزل اللي هو كابيدا، استقبال محمد رضا، اعداد عبد الله، سيف عابد بيضرب وبتيجي تاتش بلوك، ونقطه للنادي الاهلي 24. الشوط الاول 24 9 والتقدم للنادي الاهلي، والارسال مع النادي الاهلي في الشوط الاول. مباراه الكره الطايره الافريقيه بين الاهلي والاسمنت الاثيوبي في ثالث مباريات النادي الاهلي ملك البطولات وملك افريقيا واكثر الانديه تتويجا، حاصل على 85 بطوله قاريه ومحليه وافريقيه ومشاركه في كاس العالم، وهقول لحضراتكم عليها حالا دلوقتي. وانتهى الشوط الاول 25-9 لصالح النادي الاهلي، و 9 للاسمنت الاثيوبي. ونقول لحضراتكم في الفاصل او بين الشوطين دول ان بطولات النادي الاهلي اللي حصل عليها 85 بطوله، حصل عليها النادي الاهلي الاكثر تتويجا في الالقاب المحليه والدوليه، نادي الاهلي في العالم بالالقاب الكره الطايره، مش كره بس، لا الكره الطايره برضو لها نصيب انها تكون ان الاهلي يكون الاكثر تتويجا في الكره الطايره. واقول لحضراتكم واخد 34 دوري مصري، 21 كاس مصر، 15 بطوله دوري ابطال افريقيا، واقول لحضراتكم
سنه 80 83 95 96 97 2003 2004 2006 2010 2010 2011 2015 2017 2018 2019 حاصل على 6 كؤوس الكؤوس الافريقيه سنه 90 1990 1997 95 96 97 سنه 2000 حاصل على 8 بطولات عربيه سنة 87 2001 2002 2004 2006 2010 2020 و2001. أما الأهلي لعب بطولات كأس العالم للأندية 3 مرات 2010 2011 2015، وحاصل الأهلي على أول بطولة أفرعة أوروبية اللي أقيمت سنة 1981 بهولندا. بيفوز بيها النادي الأهلي اللي هي في البطولة الأفرو أوروبية سنة 81 هولندا وفرنسا. دي بطولات النادي الأهلي على مدار التاريخ، 85 بطولة بيفوز بيها النادي الأهلي، ملك البطولات وملك أفريقيا، وهو الأول تتويجا واخد 21 بطولة، 15 دوري أبطال و6 كأس كؤوس أفريقيا. بيليه نادي سيسكا موسكو الروسي 16 بطولة، يليه مودينا الإيطالي 13 بطولة، ترافيزو الإيطالي 12 بطولة، بارما الإيطالي 10 بطولات، زيزين كازان 7 بطولات، كيزو البرازيلي 7 بطولات. دي بطولات النادي الأهلي. انتهى الوقت المستقطع أو وقت الراحة ما بين الشوطين الأول والثاني، ومع حضراتكم في الشوط الثاني النادي الأهلي على إيدك اليمين بزيه الأحمر، الأسمنت الأثيوبي بزيه الأبيض على إيدك اليسار. ونقول لحضراتكم تشكيل النادي الأهلي مرة تانية في هذا الشوط. آدي النادي الأهلي متواجد تقريبا نفس التشكيل، عبد الله عبد السلام رقم 2، رقم 1 يوسف حمدي الصافي، عبد الرحمن سعودي رقم 15، سيف عابد رقم 14، محمد محسن رقم 16، ودول أرض الملعب. ليبرو الفريق محمد رمضان رقم 7 ومحمد عصران رقم 9. ده تشكيل النادي الأهلي. تشكيل الأسمنت الأثيوبي على إيدك اليسار، نقول لحضراتكم مادولكا رقم 5، ضيوف مصطفى رقم 7، رقم 9 كابيتا، رقم 13 زيجاتا، رقم 9 قلت لحضراتكم عليه كابيتا، سافوتا رقم 10، أمادو مصطفى رقم 11، كوكا رقم 12. أمام حضراتكم أدي ترابيزة الحكام، وكابتن عبدالله عبد السلام بيتكلم مع بعض مراقبي الخطوط أمام حضراتكم. فتى الأسمر وده حكمنا الحكم الكاميروني أسومي اللي بيدير هذا اللقاء بين النادي الأهلي ونادي الأسمنت الأثيوبي، الحكم الأول يدير هذا اللقاء حكم دولي كاميروني. وادي النادي الأهلي بزيه الأحمر بيستعد لبداية الشوط الثاني على إيدك اليمين. وأقولنا حضراتكم التشكيل وهنكمل مع حضراتكم أمام شاشة قناة النادي الأهلي. وطبعا الأهلي متقدم المباراتين السابقتين على فريق جرين تيم الكونغولي 3-0، وفاز على الفتح المغربي في المباراة الثانية. المباراة الثالثة اللي هي الأسمنت الأثيوبي، ومع العدالة كيني بكرة إن شاء الله مباراة. أعتقد يعني أن الأهلي بيستكشف هذه الفرق، ما لعبش معاها قبل كده، ودي فرق مستحدثة أو حديثة النادي الأهلي يشوفها. طبعا أكيد النادي الأهلي استعد بقيادة الأسباني فرناندو بنتيز. وهذا إرسال مع عبد الله عبد السلام، الإرسال من أعلى واستقبال ومحاولة مرة تانية من النادي الأهلي لإرسال الكرة إلى ملعب الأسمنت وخارج الملعب، والنقطة الأولى للنادي الأهلي. ويتقدم الأهلي 1 في الشوط الثاني لا شيء. الأسمنت الأثيوبي هو اللاعب رقم 9 كابيتا بيلعب الكرة خارج الملعب، والنقطة الأولى للنادي الأهلي. مرة تانية وهو إرسال وضربة ساحقة من رقم 11 اللي هو أمادو مصطفى، وبتيجي في الشبكة، ونقطة للنادي الأهلي أهو طالع رقم 11، وضربة ساحقة ومحاولة من حائط الصد المصري
بيرجع كرة عبد الرحمن سعودي وسيف حسن عابد، والنقطة الثانية للنادي الأهلي وعلى إرسال عبد الله عبد السلام الفتى الأسمر اللي بيجيب إيس. النقطة الثالثة عبد الله متعودين عليه كل كرة أو كل إرسال بيبقى معاه إيس. ادي عبد الله عبد السلام والنتيجه 3 الاهلي لا شيء الاسمنت الاثيوبي. الشوط الثاني اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي، مش جماهير النادي الاهلي اللي بيشاهدوا هذا اللقاء الجميل، واربعه لا شيء. عبد الله عبد السلام برضو ايس ورايع على الارسال مره ثانيه. عبد الله على الارسال، ارسال من اعلى. عبد الله عبد السلام بيلعب ارسال قوي، استقبال خارج الملعب والنقطة الخامسة، وما زال مستمرا على الإرسال. عبد الله عبد السلام إرسال من أعلى، استقبال، وهذه محاولة الإعداد ومحاولة للدفاع عن الملعب. عبد الله محمد رمضان بيلعب الكرة ليبرو الفريق، ونقطة للنادي الأهلي النقطة رقم 6. 6 الأهلي لا شيء الأسمنت الأثيوبي، أهو أهو محمد رمضان وبيلعب الكرة سيف عابد، بتيجي بسهولة وبتبقى حائط صد مشروخ من نادي الأسمنت الأثيوبي وبيضيعها عبد الله الإرسال. معلش يا عبد الله سوري عفوا. الإرسال مع النادي الأسمنت الأثيوبي رقم 8 على الإرسال. بكينا يلعب ارسال من اعلى، ضربة ساحقة من محمد عصران من مركز 4. واضح يعني الاريحية اللي فيها النادي الاهلي، لان الفرقة اللي قدامه وضحت انها فرقة يعني مش فنيا مش عالية قوي، ولكن الاهلي وصل 7-1 اهو. ومحمد عصران على الارسال، عصران بيلعب ارسال بيضيع الارسال. يا عصران يا عصران نعدي الكوره. 2 الاسمنت الاثيوبي، 7 النادي الاهلي. وعلى الارسال من الاسمنت عفوا الاثيوبي، الارسال مع الاسمنت اهو، جينا الصوره على المرسل هنشوفه اهو رقم 9 كبيدا، والارسال واستقبال، وادي ضربه ساحقه من يوسف حمدي الصافي. يا ولد يا صافي، بيجيب النقطه الثامنه. 8 الاهلي 2 الاسمنت، اهو بيعد دلو عبد الله عبد السلام وبيلعب كده يعني نموذج جيد جدا ونموذج متميز لاداء الضربه الساحقه من مركز 4 من يوسف حمدي الصافي خليفه كابتن حمدي الصافي لاعب النادي الاهلي السابق، ويوسف وحمزه الاثنين بيلعبوا في النادي الاهلي كوره طايره، واسم حمدي الصافي ما زال مستمرا في الملاعب في التدريب وفي اللعب. ضربه ساحقه خلفيه اهي من الخلف، قادمون من الخلف، محمد عصران بيلعب ضربه ساحقه وبيجيب النقطه التاسعه. سعودي على الارسال، عبد الرحمن سعودي رقم 15، استقبال وفي خطا اعتقد، رونج بوزيشن ثاني من فريق الاسمنت الاثيوبي، ده دليل ان هم مش عارفين يعني يحطوا حتى في الملعب او يقفوا في الملعب. النتيجه 10 يا جماعه، 10-2 الاهلي، الاهلي 10-2 الاسمنت الاثيوبي. والارسال مع سعودي، عبد الرحمن سعودي على الارسال، الرحمن سعودي رقم 15 لاعب متميز هيكون له مستقبل جيد في النادي الاهلي والمنتخب، استقبال وهو لاعب منتخب ايضا، ضربة ساحقة من رقم 9 وحائط صد من سيف حسن عابد ومحمد عبد المحسن، ونقطة 11. وادي الجماهير النادي الأهلي اللي بتنادي وتقف ورا فرق النادي الأهلي، فرق الصلاة، أبطال الصلاة، سواء يد أو سلة أو طايرة أو 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 أو, أو 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 بالإضافة إلى الكرة طبعا، دي اللعبة أو اللعبة الشعبية الأولى اللي طبعا الاهلي متميز فيها، بطل القرن واخد بطولات افريقيه، طبعا اكتر نادي واخد بطولات افريقيه في الكوره وفي الطايره وفي اليد جميعا، ملك البطولات النادي الاهلي. حائط صد اهو من رقم 3 من مادولكا، وبتيجي نقطه للاسمنت الاثيوبي.
استقبال النادي الاهلي، عبد الله بيضرب محمد عبد المحسن سريع كده من مركز 3 وبيجيب النقطه 12 الاهلي 3. الاسمنت الاثيوبي اهو طالع وضارب من اعداد عبد الله عبد السلام. طبعا عبد الله بيوزع بالتنسيق لمحمد محسن، لسيف حسن عابد، ليوسف حمدي قصر. سيف عابد على الارسال، ادي جماهير النادي الاهلي اللي بتشجع النادي الاهلي، واستقبال وحش، اعداد ومحاوله لاداء الكره ولكن الكره خارج الملعب. اعتقد ان النادي الاهلي مباراه سهله، مباراه مش صعبه، سهله جدا. قدروا الشوط الاولاني بس ثلاث او ست نقاط الاولانيين كشفوا فريق الاسمنت الاثيوبي وبداوا يلعبوا على مهاراته وعلى الثغرات اللي موجوده عنده، والاهلي متقدم دلوقتي 13-3، فارق 10 نقاط لصالح النادي الاهلي. والارسال مع النادي الاهلي، سيف عابد خارج الملعب يا سيف. ادي الجماهير الاهلاويه هي صوتها سامعينه في المدرجات اللي بتآزر فرق النادي الاهلي، فرق الصالات، كل الالعاب، كل المهارات. النادي الاهلي دائما وابدا في المقدمه وفي الصداره. ومحاوله مره ثانيه من الاسمنت الاثيوبي، عايز يقلل الفارق ولكن طبعا المستوى الفني والمهاري احسن. يوسف حمدي الصافي بيجيب نقطه كده من فوق حائط الصد، بيلعبها بليسنج كده اهي طالع اهي، ما قدرش يشوطها فلعبها، توقعها ولعبها فوق حائط الصد وجاب النقطه 14 الاهلي 4. وادي يوسف حمدي، وادي عبد الله عبد السلام، طبعا رجع في المنطقه الاماميه الخلفيه لما جه لاعب الليبرو محمد رمضان ونزل محمد رمضان. تغييره كده للنادي الاهلي، حسام يوسف نزل مكان عبد الله عبد السلام، حسام رقم 12 والنقطه رقم 5 للاسمنت الاثيوبي. الارسال مع نادي الاسمنت رقم 2 على الارسال، اليزوزو اليزو اليزو اليزوم، ونقطه خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 15. اعتقد ان فرناندو بيريح عبد الله طبعا وبينزل حسام يوسف عشان طبعا يديله الاحساس باللعب. هو حسام يوسف لعب الماتشين اللي فاتوا برضه، ولكن هو عايز يلعب كل اللعيبه عشان هو واضح ليه ان المباراه سهله، وواضح اهو 16-5، النقطه 16 للنادي الاهلي، وواضح ان فرقه النادي الاهلي هتكون على موعد على الفوز ان شاء الله بعد هذا اللقاء باذن الله. ادي ارسال، استقبال ومحاوله من فريق الاسمنت الاثيوبي ولكن تيجي في الشبكه، والنقطه 17 الاهلي. الشوط الثاني مباراه الكره الطايره بين الاهلي والاسمنت الاثيوبي في اليوم الرابع للبطوله الافريقيه للكره الطايره المقامه والتي نظمها النادي الاهلي بصاله الامير عبد الله الفيصل بفرع الجزيره وصاله الشهداء، وبيشارك فيها حوالي 20 فريق مقسمين على 4 مجموعات. الاهلي في المجموعه الاولى وفاز في الشوطين الاول والثاني وفي المباراتين الاولى والثانيه، وهذا هو اللقاء الثالث، وادي النقطه 18 للنادي الاهلي. 18-5 فارق 13 نقطه، معنى ذلك في ارتفاع او في فارق جدا ما بين المستوى الفني والمهاري. 6 اسمنت الاثيوبي، 18 النادي الاهلي، ومحاوله من الاسمنت ولكن حائط صد كده من حسام يوسف رقم 12 معد الفريق الثاني، وبيجيب نقطه. وطبعا في ضحكه كده بشوشه من حسام يوسف اهو طالع ولعب الكوره اهو، النقطه 19 والارسال مع حسام يوسف رقم 12. هيلعب ارسال من اعلى، الجماهير طبعا صوت الجماهير واضح، جماهير النادي الاهلي المتواجده في صاله الامير عبد الله الفيصل، والنقطه 20 الاهلي 6 الاسمنت الاثيوبي. وده الشوط الثاني، مباراه سهله جدا. اعتقد ان الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام كابتن محمد كتات وكابتن نادر نبيل هيوضحوا هذا الكلام في
الاستوديو بعد هذا اللقاء ان شاء الله. نقطة 20 هو وقت مستقطع طلب، واكيد المدير الفني الاسمنت الاثيوبي بريهان، وادي النادي الاهلي محمد السيد ومحمد الحسيني مدربان الفريقين، ومعهم فرناندو بنتيز، وتعليمات مستمره ومستديمه من وماسك الورقه والقلم دايما المدير الفني الاسباني، وبيقدر يدي تعليماته متواصله. حسام يوسف على الارسال، حسام هيلعب ارسال من اعلى، استقبال للنادي الاسمنت واعداد ومحاوله ومره ودفاع عن الملعب من يوسف حمد الصافي، وضربه ساحقه من محمد عصران، يا ولد يا عصران، وبيجيب النقطه 21. في تغيير كده تاكيد هيعمله اما الكابتن فرناندو بنتيز المدير الفني الاسباني للنادي الاهلي. هنشوف دلوقتي ايه اللي تم. زي ما انا قلت لحضراتكم، حسام يوسف ما زال على الارسال، والنتيجه 21-6. استقبال واعداد ومحاوله من ضربه خلفيه ولكن خارج الملعب، والنقطه 22. 22 للنادي الاهلي، 6 الاسمنت الاثيوبي. اهو واضح امام حضراتكم اهو. خارج الملعب الشوطه اللي فاتت، والارسال مع النادي الاهلي. في تغيير طبعا من فرقه الاسمنت الاثيوبي، نزل رقم 10 اللي هو سافيتو. ارسال من اعلى خارج الملعب يا كابتن حسام. 7 الاسمنت الاثيوبي، 22 الاهلي. واللقاء واضح جدا وسهل للنادي الاهلي، فريق الكره الطايره للرجال ابطال افريقيا وابطال مصر. امام حضراتكم رقم 8 بيكانا، ومحاوله من النادي الاهلي، عفوا، ضربه ساحقه، والنقطه 23 للنادي الاهلي. اهو ضربه ساحقه من عبد الرحمن سعودي رقم 15، وبتيجي في لاعب وتبقى تاتش بلوك، تبقى خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي. الارسال مع محمد عصران 23-7، وفي تغيير ثاني الاسمنت الاثيوبي، المدير الفني بريهان بيحاول يشرق له لعيبته عشان يشوف هيعمل ايه، ولكن طبعا مش هيكون قد الطوفان الاهلاوي اللي قدامه. الارسال محمد عصران، استقبال اعداد من رقم 6 من تاسو، ومحاوله من الاهلي، محمد رمضان، عصران، ضربه خلفيه، والنقطه 24 تيجي في حائط صد، تبقى خارج الملعب. 24 للاهلي، 7 الاسمنت الاثيوبي، و مع على الارسال محمد عصران، 9 على الارسال، والنتيجه تقدم النادي الاهلي نقطه، وينتهي هذا الشوط لصالح النادي الاهلي. ادي النقطه اهي 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 اهي، بقول لحضراتكم النقطه 25 7 الشوط الثاني لصالح النادي الاهلي، بضربه ساحقه من اهو من عبد الرحمن سعودي رقم 15، وانتهى الشوط الثاني لصالح النادي الاهلي 25-7، ويتقدم النادي الاهلي اهو امام حضراتكم. انتهى الشوط الثاني 25-7 لصالح النادي الاهلي، وتغيير الملاعب، والاهلي متقدم الشوطين الاول والثاني 25-9 25-7. طبعا ده دليل ان النادي الاهلي يعني مستواه اعلى واحسن واكبر. هنكون مع حضراتكم بعد نهايه الرحم بين الشوطين الثاني والثالث ان شاء الله، نتابع مباراه الاهلي والاسمنت الاثيوبي في الكره الطايره على شاشه قناه النادي الاهلي.
الشوط الثالث ان شاء الله مع حضراتكم، الشوط الثالث، وفي اعاده لبعض الكرات في الشوط الثاني، الكرات اللي هي كانت جايه منها نقاط للنادي الاهلي، وامام حضراتكم الاعاده. وطبعا احنا بنقول ان النادي الاهلي طبعا فاز الشوط المباراتين السابقتين على جرين تيم الكونغولي وعلى الفتح المغربي في 3-0 3-0، وهذا هو اللقاء الثالث في البطوله الافريقيه للكره الطايره للرجال التي يستضيفها النادي الاهلي بمشاركه 20 فريقا على مستوى افريقيا كلهم. طبعا البطوله دي البطل هيتأهل، أو الذي يفوز إن شاء الله ويكون من نصيب النادي الأهلي يتأهل إلى كأس العالم، ودي لسه لم يتم تحديد مكانها، دي بناء على تصريحات كابتن فؤاد عبد السلام أو دكتور فؤاد عبد السلام المدير التنفيذي للاتحاد الأفريقي، كما أكد الكلام ده اللي قاله كابتن هيثم في قبل بداية اللقاء، وأنا بضم صوتي بصوت كابتن هيثم. إن شاء الله الأهلي بإذن الله هيكون بطل افريقيا ويروح المره الرابعه بطوله العالم للانديه او كاس العالم للانديه، زي ما كره القدم بتروح لكاس العالم للانديه برضو الكره الطايره تروح لكاس العالم للانديه زي اليد ان شاء الله. قلنا بطولات النادي الاهلي في افريقيا، قلنا الاولى في سنه 80 في القاهره، الثانيه 83 بالقاهره، الثالثه 95 نيروبي، الرابعه 96 ابيجان، الخامسه 97 دكار، السادسه القاهره 2003، الثامنة 2006 ديربن الجنوب الأفريقية، التاسعة صفاقس التونسي، العاشرة 2011 بالقاهرة، البطولة 2015-11 مع سوسة التونسي، البطولة 2017-12 بالعاصمة التونسية، 2018 بطولة 13 بالقاهرة، 2019 بالقاهرة، 2022 بقليبة التونسي الموسم قبل الماضي او العام قبل الماضي. دي البطولات الافريقيه اللي حصل عليها النادي الاهلي، وبنقول لحضراتكم ان هذا هو الشوط الثالث. الاهلي على ايدك اليسار بزيه الاحمر، الاسمنت الاثيوبي على ايدك اليمين بزيه الابيض، والشوط الثالث امام حضراتكم اللي لسه جاي امام شاشات قناه النادي الاهلي، متابعه الكره الطايره للاهلي، فريق الاهلي، جماهير الاهلي، دايما بنقول الأهلي ملك البطولات. وعلى إيدك اليمين فريق الأسمنت الأثيوبي بزيه الأبيض، تشكيله رقم 5 مادولكا، رقم 3 مادولكا، ليفيبو رقم 5، ضيوف مصطفى رقم 7، 9 كابيتا، رقم 10 سافوتا، أمادو مصطفى رقم 11، كوكا رقم 12، زيجاتا رقم 13، معهم مدير فني باري هان. أما النادي الأهلي يوسف حمدي الصافي، 12 حسام يوسف، محمد عصران رقم 9، يوسف حمدي الصافي رقم 1، محمد عبد المحسن رقم 16، محمد رمضان رقم 7 ليبرو الفريق، وقلنا حسام يوسف رقم 12 اللي هو معد الفريق، سيف عابد رقم 14، وامام حضراتكم الارسال مع فريق الاسمنت الاثيوبي رقم 6، تاسو رقم 6 على الارسال. الشوط الثالث قلنا الشوط الاول والثاني خلص لصالح النادي الاهلي 25-9 25-7، طبعا نتيجه طيبه ونتيجه ممتازه، وده دليل ان النادي الاهلي من احسن الفرق وهيكون افضلها افريقيا في الكره الطايره. ارسال وحائط صد ومحاوله من النادي الاهلي، لم الكوره، حسام يوسف بيلعب محمد عصران، وبياخد النادي الاهلي النقطه الاولى في الشوط الثالث. النقطة الأولى في الشوط الثالث أهو أمام حضراتكم، طالع وبيلعب الكورة كده عصران فوق حائط الصد وبيجي منها النقطة الأولى. على الإرسال حسام يوسف رقم 12، إرسال من أعلى، استقبال ووحش خارج الملعب، رونج بوزيشن برضه، ده دليل إن اللعيبة دي ما عندهاش خبرة في أداء بطولات دولية، إزاي لعيبة جاية تلعب بطولة أفريقيا ما توقفش صح في الملعب. 12 على ارسال حسام يوسف، 2 الاهلي لا شيء الاسمنت الاثيوبي، ارسال من اعلى حسام، استقبال اعداد ومحاوله من الاسمنت الاثيوبي، سيف عابد بيستقبل حسام يوسف، ضربه ساحقه من محمد عصران بتيجي في الليبرو رقم 1 حسين فارس من الاسمنت الاثيوبي تبقى خارج الملعب، والنقطه الثالثه
اهي حسام يوسف طالع محمد عصران وبيحاول عليها رقم واحد ليبرو الفريق حسين فارس وبيجي النقطه الثالثه للنادي الاهلي. حسام يوسف على الارسال استقبال اعداد من المعد الفريق وضربه ساحقه خارج الملعب والنقطه الرابعه خارج الملعب، لكن الحكم اعتقد مديها للاسمنت الاثيوبي ولا ايه؟ اما نشوف اهو شايط رقم ثلاثه حسبها تاتش، لا حسبها للنادي الاهلي اعتقد اربعه الاهلي لا شيء الاسمنت الاثيوبي وضربه ساحقه من الاسمنت محاوله عبد الرحمن سعودي اعداد حسام محاوله من محمد عصران ولكن حاط صد بيرجعها كده نقطه للنادي الاسمنت الاثيوبي. اهي محمد عصران طالع لعبها ضعيفه فجت في حائط الصد ونزلت ملعب النادي الاهلي ونقطه للنادي الاهلي. ارسال من اعلى نادي الاسمنت الاثيوبي اعداد مره ثانيه ومحاوله في هنا طاقت يعني في شبكه في رونج بوزيشن ولا في ايه؟ طيب رونج بوزيشن ثاني رونج بوزيشن على فريق الاسمنت الاثيوبي اهو اللاعب الخلفي بيلعب في المنطقه الاماميه. على الارسال محمد عصران رقم تسعه. الارسال من اعلى. محمد عصران بيلعب ارسال قوي. استقبال النادي الاسمنت الاثيوبي برضه رونج بوزيشن نفس الخطا رونج بوزيشن. النتيجه 6 وقت مستقطع طلبه المدير الفني بريهان لفريق الاسمنت الاثيوبي والنتيجه 6 الاهلي 1 الاسمنت الاثيوبي. هذه فرناندو بنتيز مدير الفني للنادي الاهلي الاسباني تعليماته تأدية لازم نأدي كويس عشان ما يأثرش على الماتش اللي جاي بكره ان شاء الله. انتهى الوقت المستقطع. وعصران على الارسال رقم 9 والنتيجة تقدم الاهلي 6-1. الحكم الكاميروني السومي بيشوف جاهزية الفريق ووقوفه في المراكز الصحيحة اهو معاه طبعا السماعة ومع الاتصال مستمر مع الحكم الثاني مشاشة الزيمبابوي. عايز يعمل تغييرة كده قبل بداية او في قبل ما يلعب ارسال محمد عصران ولكن في خطا وكده في ممكن يكون في تاخير وياخد انذار. بيقول لهم على ارقامهم اهو وحتى الارقام مش باينه على الفانلات. رقم 15 نزل اللي هو سلطان. خلاص الحكم هيبدا اللقاء يستأنف اللقاء مره ثانيه. 6 الاهلي 1 الاسمنت الاثيوبي. محمد عصران على الارسال. ارسال من اعلى استقبال واعداد ومحاوله ولكن في خطا طبعا من لاعبي الاسمنت الاثيوبي جت في القائم الحديدي تبقى نقطه على للنادي الاهلي. 7 الاهلي 1 الاسمنت الاثيوبي. ومحاوله مره ثانيه اهو. محمد عصران بيلعب الكرة استقبال اعداد ضربة ساحقة وبتيجي في الشبكة ومحاولة مرة تانية من النادي الاهلي يوسف حمدي الصافي وبيلعب لكن الكرة خارج الملعب والنقطة التانية للاسمنت الاثيوبي. اهو اعداد من محمد عصران وضربة ساحقة من يوسف حمدي الصافي ولكن خارج الملعب. الارسال مع نادي الاسمنت الاثيوبي ارسال من اعلى استقبال الاهلي حمدي الصافي واعداد ومره ثانيه حمدي الصافي لا بقى يوسف حمدي الصافي بيلعبها ضربه ساحقه ماحقه وبيجيب منها نقطه رقم 8
اهو طالع اهو اهو بيضرب جامد، طلع بترول من الارض. هل ارسال مع النادي الاهلي؟ عبد الرحمن سعودي رقم 15 هيلعب ارسال من اعلى، ارسال استقبال خارج الملعب ومحاوله كده لنقل الكره لملعب النادي الاهلي، وفعلا ودوها ضربه خلفيه من محمد عصران وبيغيب النقطه التاسعه. عصران تسعه الاهلي اثنين. الاسمنت الاثيوبي اهو طالع ضارب خلفي، وبنسأل القادمون من الخلف اللي هم جايين من مركز واحد وستة وخمسة. عبد الرحمن سعودي على الارسال، ارسال بالاعلى، ارسال قوي لدرجة انه وقع لاعب الاسمنت الاثيوبي رقم سبعة ضيوف مصطفى، ومحاولة مرة تانية وخارج الملعب من سيف عابد، بتيجي في حالة الصد من لاعبي الاسمنت وتبقى النقطة العشرة. اهو جت في حالة الصد وخرجت بره، يبقى 10 الاهلي 2 الاسمنت الاثيوبي. هل ارسال مع النادي الاهلي خارج الملعب يا عبد الرحمن؟ ثلاثة الاسمنت، 10 الاهلي، سبع نقاط فارق. طبعا المستوى طبعا واضح جدا. ان الاهلي هيحاول يظبط الدنيا وياخد هذا الشوط، يبقى الثلاث اشواط واضح فارق المستوى المهاري والبدني والفني. اربعه الاسمنت الاثيوبي، 10 للنادي الاهلي. ارسال من اعلى من الاسمنت الاثيوبي ومحاوله من النادي الاهلي وضربه ساحقه من سيف عابد وبيجيب النقطه 11. 11 الاهلي، 4 على الاسمنت الاثيوبي. مباراه سهله وبسيطه خالص يعني. هل ارسال مع سيف عابد؟ هيلعب ارسال من اعلى، سيف بيلعب ارسال قوي، محاوله للدفاع عن الملعب من لاعبي الاسمنت، بيعدي الكوره لملعب الاهلي واعداد. ومره ثانيه القادمون من الخلف، محمد عصران ضربه خلفيه، لازم اللي بيضرب خلفي لازم يضرب اقل من الحافه العليا للشبكه عشان ما يبقى يعني تبقى خطا قانوني او خطا فني على اللعب. والنقطه 12، اعتقد في تغيير كده ل فريق الاسمنت الاثيوبي. ارسال من اعلى، سيف عابد، ارسال نقطه ايس، نقطه 13، نقطه 13 الاهلي، 4 الاسمنت. سيف عابد على الارسال، يلعب الكوره سيف رقم 14. 13 الاهلي، 4 لنادي الاسمنت. ارسال من اعلى، استقبال الاسمنت، محاوله للدفاع عن الملعب، ومره ثانيه كده بيلعب لاعب رقم 4، بيلعب كوره وبيحاولها ثاني مره ثانيه من مركز 3، وادي ضربه ساحقه من سيف عامل ولكن تيجي في الشبك، تبقى نقطه للنادي الاسمنت. 5 الاسمنت، 13 النادي الاهلي، والارسال مع النادي الاسمنت الاثيوبي. والارسال اتلعب، اعداد حسام يوسف، وبيلعب كده محمد عبد المحسن ارسال من مركز 3 يا ولد يا عبد المحسن، ويجيب النقطه 14. اهو طالع وضارب اعلى نقطه، العب كل المهارات كلها تجيب نقط، ارسال كويس هيجيب نقطه، ضربه ساحقه كويسه هتجيب نقطه، حائط صد مظبوط وزاويته معدوله هيجيب نقطة. 5 الأسمنت، 14 الأهلي. مباراة الكرة الطايرة بين فريقي الأهلي والأسمنت الأثيوبي في البطولة الأفريقية للكرة الطايرة التي ينظمها النادي الأهلي بصالة الأمير عبد الله الفيصل بفرع الجزيرة بالنادي الأهلي. وأدي في تغيير أهو،
دخل نمره 10 اللي هو سافوتا هيلعب الارسال. الارسال مع سافوتا، 6 الاسمنت 14 الاهلي. ارسال من اعلى، استقبال محمد رمضان، اعداد حسام، ضربه ساحقه من عصران مره ثانيه، محاوله لدفاع عن الملعب ولكن يوسف حمد الصفي تيجي في ذراعه الايسر وتنزل ملعب الاهلي وتبقى النقطه 7 للاسمنت الاسيوط. اهي امام حضراتكم. الارسال مع النادي الاهلي وضربه ساحقه ومن محمد عصران، يا ولد يا عصران، وبيجيب النقطه 15 اهو. بص حسام بيعدله هناك في مركز 4 وطالع وضارب وجايبها فين؟ في لاعب مركز 5. 16 الاهلي او 15 الاهلي، 7 الاسمنت، ومحاوله مره ثانيه ضربه ساحقه من رقم 7 اللي هو ضيوف مصطفى بيجيب النقطه 8. 8 الاسمنت، 15 الاهلي. محاوله مره ثانيه من الاسمنت عايز يقلل الفارق، وضربه ساحقه من عصران، يا ولد يا عصران. عصران بيجيب النقطه 16. 16 الاهلي، دبل سكور 8 لفريق الاسمنت الاثيوبي. ارسال من النادي الاهلي، استقبال خارج الملعب، استقبال طبعا شكله مش حلو. النقطة 17، الأهلي يتقدم 17-8. على الإرسال أهو حسام يوسف وطالع ضارب، إرسال مع الوزن، إرسال مع الوزن، إرسال من أعلى مع الوزن أهو. تاني حسام أهو من أعلى مع الوزن عاوز يجيب منها نقطة تانية، وأدي محاولة ودفاع عن الملعب محمد رمضان. حسام ضربة خلفية من يوسف حمد الصافي بتيجي في حائط الصد رقم 3 مادولكا، وبيجيب النادي الاهلي النقطه 18، الاهلي 8 الاسمنت، فارق 10 نقاط، فارق 10 نقاط. الارسال مع النادي الاهلي، الاهلي على الارسال، حسام يوسف، حسام هيلعب الارسال، ارسال من اعلى، استقبال، محاولة مرة تانية، وضربة ساحقة من محمد عصران بيجيب النقطة 19. الأهلي متقدم 19 في الشوط الثالث، ومتقدم في الأشواط الشوط الأول والثاني 25-9 25-7. 19 الأهلي، 8 الأسمنت الأثيوبي. إرسال، استقبال، ومحاولة مرة تانية، و نقطة لأسمنت الأثيوبي. 19-9، فارق 10 نقاط. وادي النقطة 20 سوري عفوا، النقطة 20 للنادي الأهلي، 20-9، 11 نقطة فارق للنادي الأهلي. وادي النقطة الأخيرة هي عصران بيجي تيجي في حائط الصد وبتنزل ملعب النادي الأهلي، ونقطة للنادي الأهلي. عصران بيلعب إرسال، استقبال، إعداد، ومرة تانية دفاع عن الملعب محمد رمضان، حسام يوسف، سيف عابد، ومحاولة بالدفاع من لاعبي الأسمنت. مرة تانية نقطة خارج الملعب، والنقطة 21. اقترب النادي الأهلي من الفوز بهذا اللقاء وهذا الشوط وهذا اللقاء، نتيجة 21-9. الأهلي صاحب الأكثر تتويجا في أفريقيا، 15 لقب، بيجي بعديه الصفاقس التونسي، الترجي التونسي بعديه في المركز الثالث 13 خمس بطولات، الزمالك 5 بطولات، الأفريقي التونسي 3 ألقاب، النجم الساحلي التونسي لقبين، مولودية الجزائر مرتين، نصر حسين ضاي الجزائري لقب واحد، طلائع الجيش مصر لقب، مولودية بوسالم تونسي لقب. هذه النقطة
22 للنادي الاهلي، الاهلي 22 10 لفريق الاسمنت الاثيوبي، والارسال مع عبد الرحمن سعودي رقم 15. وادي الجماهير بتنادي على النادي الاهلي وبتشجع جماهير بتشجع فرقه النادي الاهلي للكره الطايره رجال. وادي محاوله مره ثانيه يوسف حمدي الصافي، والكوره امام حضراتكم شايفين الاستحواذ السيطره الافضليه المهريه الافضليه في الفنيات والاداء والاريحيه كمان في الاداء من لاعيب النادي الاهلي، والنقطه 23 ونقطتين وينتهي هذا اللقاء وهذا الشوط لصالح النادي الاهلي. عبد الرحمن سعودي على الارسال، استقبال من اعلى، محاوله مره ثانيه وضربه ساحقه من فريق الاسمنت، خلفيه من محمد عصران يا ولد يا عصران، وبيجيب النقطه 24 24 الاهلي 10 الاسمنت الاثيوبي، يمكن اعلى سكور جابه الاسمنت الاثيوبي هذا الشوط 10 نقاط، و24 الاهلي 10. والارسال مع النادي الاهلي ومحاوله مره ثانيه، وادي خطا من لاعيبه النادي الاهلي ونقطه للنادي الاهلي، التداخل للكره فوق الشبكه، والنقطه 11 11 لفريق الاسمنت الاثيوبي، 24 الاهلي، ومحاوله مره ثانيه اهو فريق النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي بتنادي على جماهير على فريق النادي الاهلي وبتغني له اغنيه النادي الاهلي، وارسال و25 11 ويفوز النادي الاهلي بالشوط الثالث ويفوز باللقاء ثلاث اشواط مقابل لا شيء. مباراه سهله 25 9 25 7 25 11، والى اللقاء في مباريات اخرى. والحديث او الميكروفون ينتقل الى الزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام الكابتن محمد كتات والكابتن نبيل والى اللقاء في نادر نبيل الكابتن نادر نبيل، والى اللقاء في المباريات الاخرى، ومع تحيات محدثكم دكتور مروان صالح، ويلتقي الاهلي غدا مع العداله الكيني، والى اللقاء في مباريات اخرى ان شاء الله اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.